الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. القائد العسكري حنبعل مفزع قلب روما. اكتشاف الطريق الذي سلكه حنبعل لعبور جبال الألب. اعتادت نساء روما لسنوات طويلة أن تلفظ اسمه لإخافة الأولاد للخلود إلى النوم. هو القائد العسكري الفذ الذي بدأ مسيرته مقسما على العداء للرومان. هو الذي بلغ أسوار تلك المدينة العظيمة بعد معركة كاناي وهدد بإنهاء الإمبراطورية الرومانية. هو أحد أهم القادة العسكريين وأكثرهم ذكاء وعبقرية. هو الذي ما زالت خططه وتكتيكاته تدرس في الأكاديميات العسكرية حتى اليوم. إنه باختصار حنبعل بن حملقار برقاء، القائد الفينيقي لجيش قرطاج. فدعونا نتعرف عليه وعلى الطريق الذي سلكه لعبور جبال الألب ضمن مقالنا التالي. حياته المبكرة. حسب المؤرخ فيليب ماتيسزاك، فإنه على الرغم من كون حنبعل أحد أهم القادة العسكريين في العصور القديمة، إلا أن المعلومات المتاحة عنه قليلة وغير حيادية، لأن أغلبها دونت من قبل أعدائه الرومان. ينحدر حنبعل من أسرة فينيقية عريقة. كان والده حملقار قائدا قرطاجيا في الحرب البونيقية الأولى التي نشبت بين مدينة قرطاج ومدينة روما من أجل السيطرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط. أما والدته فهي مجهولة، وزوجته لا نعرف عنها سوى اسمها إيميلز. يروي المؤرخ اليوناني بوليبيوس أن حنبعل قد سر حين دعاه والده لمرافقته في حملته على إسبانيا، ولكن قبل الذهاب أخذه والده إلى المعبد وجعله يقسم أمام الآلهة بعد أن غمس يديه في دم القرابين أنه لن يهادن روما يوما. فرسخت هذه الحادثة في ذهن حنبعل حتى الممات. تعلم فنون القتال والدهاء في التفكير من والده خلال رحلته إلى إسبانيا، وبما أن صغر السن لم يكن عائقا في ذلك العصر، تولى حنبعل بعض المهام العسكرية في سن مبكرة. وبعد غرق والده واغتيال أخيه، انتخب حنبعل قائدا للجيش القرطاجي رغم أنه لم يتجاوز سن 25. عبور جبال الألب والانتصارات الأولى. تم توقيع اتفاقية بين قرطاج وروما في نهاية الحرب البونيقية الأولى، تنص على السماح لقرطاج بالاحتفاظ ببعض المناطق في شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل دفع جزية سنوية لروما. لكن في عام 219 قبل الميلاد دبر الرومان انقلابا في مدينة ساكونتوم أدى إلى وصول حكومة معادية لقرطاج للسلطة في تلك المدينة. فرفضت قرطاج دفع الجزية لروما وسار حنبعل بجيشه لفرض الحصار على المدينة، مما أثار غضب الرومان وأدى إلى نشوب الحرب البونيقية الثانية. قرر حنبعل نقل الحرب إلى أرض الرومان ومباغتتهم في أحد أشجع الأفكار وأكثرها مخاطرة، ألا وهي عبور جبال الألب. ضم حنبعل في حملته هذه المزيد من الأراضي في شبه الجزيرة الإيبيرية، وصور نفسه كمحرر من الرومان، مما أكسبه المزيد من المتطوعين، حيث بلغ تعداد جيشه 50,000 محارب و 9,000 فارس. فاتجه شمالا مصطحبا معه ما يزيد عن 60 فيلة، لأنه وجدها مفيدة لعبور جبال الألب وكأداة لترهيب الجيش الروماني. لكن عند وصوله لجبال الألب اضطر أن يترك العديد من المعدات والآليات وراءه لصعوبة اصطحابها ونقلها. فبعد 17 يوما تمكن خلالها حنبعل من عبور جبال الألب، وعلى الرغم من أن عدد قواته انخفض إلى حوالي 26,000 مقاتل وعشرات الفيلة، إلا أن حنبعل كان واثقا من النصر، حيث بلغ شمال إيطاليا في وقت اعتقد فيه الرومان أنه ما يزال في مكان ما في إسبانيا. وبعد معرفتهم بمكان حنبعل أرسلوا جيشا لمواجهته، فالتقوا في معركة نهر تيسان التي انتهت بهزيمة الجيش الروماني. تكررت هذه الهزيمة على يد حنبعل في معركة قرب بحيرة تراسيمين بخطة عسكرية مثيرة للإعجاب، سرعان ما تمكن حنبعل من خلالها من السيطرة على الشمال الإيطالي. تكتيكات حنبعل ومعركة كاناي. أدت استراتيجية حنبعل بتسويق نفسه على أنه محرر للشعوب إلى انضمام العديد من المدن إليه في حربه ضد روما وازدياد أعداد الجنود في معسكراته. فبعد معركة تريبيا التي انتهت بهزيمة الرومان مرة أخرى، عاد حنبعل إلى الشمال ليقضي الشتاء هناك ويستعد لمعارك الربيع ويحصن نفسه من الجواسيس الرامين إلى اغتياله، حيث اعتمد حنبعل العديد من الحيل والخدع مثل سياسة التنكر وتغيير المظهر
كوسيلة للنجاة من فرق الاغتيال التي تلاحقه كما يذكر المؤرخ بوليبيوس. انطلق حنبعل مع قدوم الربيع بعدة هجمات دمر فيها جيوش الرومان مرتين، مما اضطرهم لإرسال أحد القادة العسكريين ويدعى فابيوس فيركوسوس، الذي اعتمد سياسة التأجيل وعدم المواجهة ريثما يتمكن من محاصرة حنبعل وجيش قرطاج. وهذا ما حدث، حيث حوصر حنبعل في منطقة كابوا المحيطة بنهر فولتورنوس. لكن حيلة ودهاء حنبعل مكنتاه من التسلل، حيث قام بربط مشاعل نار على رؤوس الحيوانات والمواشي، وبعث بهم ليلا باتجاه حامية تابعة للرومان ليشغلهم في الوقت الذي يتمكن فيه مع جيشه من التسلل من المنطقة المحاصرة. اتجه حنبعل بعد ذلك بجيشه إلى كاناي وسيطر عليها بسهولة، ثم واجه الرومان المزودين بجيش يفوق القرطاجيين عددا في معركة كاناي سنة 216 قبل الميلاد. لكن مرة أخرى استطاع حنبعل أن يدفع الرومان إلى التغلغل في عمق جيش القرطاجيين، ثم أطبق عليهم وهزمهم بعد مقتل 44 ألف جندي من الرومان مقابل 6000 من قرطاج. ألحقت هذه المعركة خسائر فادحة بروما، وأجبرت عدة مدن مستقلة على الاستسلام لحنبعل وإلى نشوب الحرب المقدونية الأولى ضد روما. باختصار، كان السبيل بعد هذه المعركة مفتوحا أمام حنبعل ليتقدم ويسيطر على روما بسهولة، لكن نقص الإمدادات التي رفض مجلس الشيوخ في قرطاج إرسالها بحجة عدم الرغبة بتحمل الأعباء المالية لهكذا خطوة دفعت حنبعل للتراجع. معركة زاما وهزيمة حنبعل. برز اسم المحارب سكيبيو ذو 26 عاما من ضمن الجنود الرومان الذين تمكنوا من الفرار من معركة كاناي، والذي أخذ على عاتقه الدفاع عن روما وحمايتها، فبدأ من إسبانيا حيث استطاع هزيمة جيش قرطاج الذي كان يقوده صدر بعل شقيق حنبعل، ثم مضى بخطته نحو شمال إفريقيا، فقد كان يريد محاصرة قرطاج ليتمكن من إجبار حنبعل على الانسحاب من إيطاليا والعودة إلى مدينته للدفاع عنها. وهذا ما حصل، فقد رجع حنبعل إلى قرطاج وواجه جيش الرومان تحت قيادة سكيبيو في معركة زاما عام 202 قبل الميلاد، ولكنه انهزم. وحسب وصف المؤرخ برادفورد، فإن هذه الهزيمة كانت آخر فصول نضال شعوب الشرق القديم للسيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط وإثبات وجودهم مقابل أوروبا. وهكذا عادت قرطاج مرة أخرى تحت سلطة روما، بعدما كانت هذه المعركة آخر فصول الحرب البونيقية الثانية. السنوات الأخيرة. عين حنبعل بعد هزيمة قرطاج وانتهاء الحرب البونيقية الثانية كبيرا للموظفين العموميين في قرطاج، والتي أصبحت ترزح تحت ثقل الضرائب المفروضة من قبل روما بعد انتصارها في معركة زاما. لكن مجلس الشيوخ القرطاجي استمر بملاحقة حنبعل ومضايقته، حتى أنه وشى به إلى روما مدعيا أن حنبعل يريد الثورة من جديد، مما حذى بحنبعل لترك المدينة والرحيل نحو صور ومن ثم آسيا الصغرى، حيث انضم إلى جيش أنطيخوس الثالث وخاض معركة حوصر بها. وحينما أدرك أن لا حل أمامه سوى الاستسلام إلى روما، اختار حنبعل أن يضع حدا لحياته وتجرع السم ناطقا كلماته الأخيرة، لنضع حدا لهذه الحياة التي لطالما أرهبت روما. لم ينهي موت حنبعل في عام 183 قبل الميلاد حالة العداء بين قرطاج وروما، حيث قامت حرب بونيقية ثالثة بين عامي 149 و136 قبل الميلاد، انتهت مع دمار قرطاج واندثار حضارتها إلى الأبد. اكتشاف حديث يضع حدا للغز تاريخي قديم. انطلاقا من الأهمية العسكرية والتاريخية للطريق الذي سلكه حنبعل وإمكانية احتوائه على كنوز أثرية عظيمة، عمل المؤرخون والعلماء كثيرا على الكشف عن هذه الطريق المارة بجبال الألب. وهذا ما حصل مؤخرا، فقد توصل العلماء أخيرا لمعرفة الطريق المحتمل الذي سلكه حنبعل للوصول إلى روما عبر جبال الألب من خلال اختبار روث الحيوانات المكتشف في تلك المنطقة. وتبين أن حنبعل اختار الطريق الأضيق والأصعب خوفا من قبائل الغال عبر منطقة كولدولات غافيغسيت على الحدود الفرنسية الإيطالية جنوب مدينة غرونوبل، لينتهي بذلك هذا اللغز الذي حير العلماء والمؤرخين لعقود طويلة.